هوزع البضاعة واكلمك. أولي جيزة بإذن الرحمن. بقول لك ترامب جنبك. طب هاتوا ترامبو حبيبي. هو الدولار عامل كام النهاردة؟ الأخضر الغدار. يا دلو وانت اللي خربت الأوزون، فاحنا اللي لحمناه. لا ما نستغناش. سلام. بعد إذن حضرتك، يعني هو اللي كنت بتكلمه ده يبقى دونالد ترامب بتاع أمريكا؟ أمال دونالد داك بتاع ميكي؟ أيوة بتاع أمريكا. ده انتوا صحاب بقى على كده؟ جوز أختي لازم. وبيجيلكوا البيت؟ بقولك جوز أختي، يعني فهم خالي يا جدع. ونعم النسب. وهو بقى الأستاذ ترامب ساب البيزنس بعد ما مسك أمريكا ولا إيه؟ ما تيجي سكة ودغري يا أبو الصحاب. مصلحة ولا إيه؟ لماح وكلك نظر. ألا اسم الكريم إيه؟ حلمبوحة. حلمبوحة؟ يعني أنا لو ناديت لك قلت لك يا حلمبوحة مش هتزعل؟ اسمي يا أخي حلمبوحة ملك الرفرفة. وأنا الكابتن عزوز، وليا في الرفرفة برضه. عندي طيارة صغنططة كده اسمها الفريرة. بس أنت باين عليك راجل مجدع وابن بلد و ما قلنا سكة ودغري. يعني لو توصي الأستاذ ترامب علينا يشوف لنا أي شغلانة بالدولار كده نفك بيها زنقة حضرتك. حبيبي ده أنا وقعت من السما وأنت استلقتني. ده أنت زبون لقطة. جرأة يا ترامبو، أنا عمري فشرت عليك في حاجة يا صاحبي. بقول لك هوزع البضاعة بطيارة، يعني هنعلم على العيال الموزعين التانيين، وبتاعتنا هتوصل للمحلات قبليهم. أنت بس كلم التجار وفهمهم إن أنا هدلدل لهم البضاعة من فوق. طب سلام دلوقتي عشان في حد جاي. كنت بتكلمه صح؟ هو. طب ما كنت تدهوني يا عم أسلم عليه. قطع البعيد. ترامب ده اصله ما يجيش من وراه حاجه غير مشاكل. طب هو بشعره ده هيجيب خير منين؟ وايه الشغلانه اللي هنعملها معاك بقى يا استاذ حلمبوحه؟ انا كنت خارج من مؤتمر كلمه قريب هنا ولقيت لك عم ترامب بيدق عليا تت نهايه الشريط. قصدنا خلص له مصلحه عندكم هنا في الجيزه. انا سمعتك بتقول له حاجه كده على الاوزو. تقصد الاوزون؟ ايوه. المنيه لعب بالغلط في زراير الاسلحه البيولوجيه فخرمت الأوزون فوق زيزينيا مول اللي في الجيزة ده اللي في شارع الهرم. عليك نور. وخرمين تانيين في رمسيس، وستة في العتبة، وتلاتة في ميدان الجامع. بهدل الدنيا. بس دي مهمة سرية يا جدعان، علشان كده بقى جاي فرضاني من غير لا حرس ولا بتاع. يعني نعمل ايه بقى؟ بس الخدمة دي مش هنسهلكوا ابدا، وكله بحسابه بالدولار يا باشا. احنا عنينا ليك يا خواجه.